أمل اللي هي مصممة داخلية مهندسة مصممة داخلية. علاش تونسي ولا يركب جري في داره أكثر من رخام؟ سي اون توندونس هذه اليوم موجودة. هو نون سولمون سي اون توندونس يقعد توجور رخام اون ماتيير نوبل حاجة عندها فالور كبيرة وديما موجودة باغ اكزومبل في الاسباس فما بلايص اللي ما نجموش نحطوا فيهم غري وما نجمو كاين نحطوا فيهم رخام. باغ كونتخ بويسك البري نتاع الغري اكسيسيبل دونك ارخص بياسر من الرخام دونك ولا تونسي يتجاهلو. دونك مسألة بري معناها؟ نو سولمون مسألة بري، هو كل ماتيير عندها لي زافونتاج نتاعها وعندها لي زانكونفينيون، داكوغ؟ دونك الرخام مالغري اللي هو نوبل ومالغري اللي هو اون بيير ناتوريل عندها بليزيور زانكونفينيون، دايوغ كل حاجة ناتوريل راهي كيفنا كيما ليتر هومان معناتها كيما الوجه نتاعنا، فيها دي بور يتحلوا ويتسكروا دونك تشرب تبقى انسي دو سويت، لازمها برشا اونتروتيان والاونتروتيان هذاك لازمو برشا فلوس. باغ كونتخ الغري السيراميك سي اون ماتيير matière synthétique à base d'argile, djina hadra beish, déjà elle est prête elle peut تتحمل l'acide, تتحمل la chaleur, تتحمل elle peut-être bien mais تحملوش الرخام. D'accord? Donc هذيك علاش انا اكثر الاسئله تطرح لي est-ce que نعمل الغري ولا الرخام. Généralement وليت نخلي الناس تتجه للغري اكثر من الرخام. علاش؟ Premièrement le coût كيما حكينا قبيله sachant que عندنا راهو دي مابغ توانسه اللي البري نتاعهم ينجم يكون ارخص حتى من الغري دونك كيما التيله. انا لو نحب نسالك شنو الفرق بين الرخام رخام تيله ورخام مستورد ما نعملوش رخام باهي احنا في تونس. سؤال يهمني برشا اني نعرف هذايا الاجابه عليها ما كمل لي في لونشينمون خلينا تون بعد نرجعوا. داكوغ عندنا راهو رخام باهي مش معناش معناتها سي با فغي عندنا رخام باهي فوالا معناتها من احسن ومن اجود انواع الرخام افكتيفمون قاعد يخرج لل باهي خلينا نكمل علاش نجيبوا من اسبانيا مثلا يقول لك والله استوردت رخام من اسبانيا وهذا رخام مركبه من ايطاليا وهذا رخام فما دي موديل لا فاريتي دايور دي كولور اي دي موديل هي اللي هنايا قاعده تفرض في روحها في السوق على خاطر البرا تلقى بليزيور كولور مثلا مش موجودين موجودين الحجره معناها فوالا انت والحجره.